الو، انت نديم؟ ايوه انا. انت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه ان ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قولي. استني بقى، طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره، ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس بعدين تفقده. لا لا لا، بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص، بكره جهز المطلوب وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده. الله عليك يا شنواني، ربنا يخليك ليا يا اخويا. بقول لك ايه، تلاقيهم دلوقتي بيتسووا على الجنبين وهينفذوا كل اللي احنا عاوزينه ولا ايه؟ امال ايه؟ اي خدمه هنعملها. بس انا عاتبه عليك يا شنواني، انت ما قلتليش على ميعاد العمليه. انا كنت عايز اعملها لك مفاجاه مش اكتر، وبعدين دي اسرار شغل محدش لازم يعرف بيه. حد مين يا اخويا؟ ده انا صاحبه الموضوع. ولو انت ليك النتيجه، انما الطريقه والتوقيت والحاجات دي حاجه تخصني انا. وبعدين ده انا اللي عاتب عليكي، انت ازاي الحكايه يبقى فيها مساومه على مبالغ كبيره كده وما تقوليليش؟ ها، انت مالك يا اخي؟ طالما توقيت العمليه بتاعك ويخصك لوحدك، يبقى انا المساومات والحاجات دي بتاعتي لوحدي، محدش يدعوا بيه. ادفع لهم يا نديم، انت معاك فلوس كتير. ما انت شايفاني بجر معاهم ناعم اهو علشان ما ياذوش الولد. يعني ايه؟ انت بتسيرهم ولا هتدفع لهم بجد؟ يا ستي هدفع، والله هدفع، بس حسنا لما يكلمني بكره وفصله يمكن يقبل باقل. انت مستخسر فين من 5 مليون جنيه؟ يا حنان انا مش مستخسر، افهمي، 5 مليون دول مبلغ مش شويه. ناس بتموت وتحيا علشان تتحصل على ربعه طول عمرها. وابنك ما يساويش عندك؟ يا حنان بقول حفصله حفصله يمكن يقبل. وافرض ما فقوش؟ يبقى خلاص امري لله بقى، هدفع المبلغ وربنا يعوض عليا، المهم ابننا يرجع لنا بالسلام. احنا حتى ما لحقناش نطلع شهاده ميلاد. انت ايه اللي جابك هنا؟ استني استني يا حنان، تعالي هنا، اتفضلي اتفضلي بيتك ومطرحك. ده لا بيتي ولا مطرحي، وانا كنت حالفه ان انتوا طول ما انتوا الاثنين فيه مش هدخلوا ابدا، بس يلا للضروره احكام. خير يا نعمه؟ في ايه؟ ابدا، قلت اجي اقعد معاكم شويه اتفرج عليكم وانتوا متقطعين كده على ابنكم اللي مخطوف. اه يا بنت الكلب، انت جاي تشحتي فينا؟ بس 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 يا حنان، انت عرفتي ان ابننا اتخطف؟ مش بس كده، ده انا الوحيده اللي ممكن ارجعه لك. وانت تعرفي حاجه عن اللي خاطفين؟ طبعا. انت قولي اتكلمي. مش قبل ما نتفق الاول يا حلوه؟ نتفق؟ نتفق على ايه؟ ترجع لي فيلتي اللي خدتها مني بالنصب والاحتيال، بس المره دي بعقد مظبوط مش مضروب زي اللي فات. اجري يا شاطره العبي بعيد، يلا اجري، احنا مش ناقصينك دلوقتي. استني يا حنان استني، خلينا نفهم. نفهم ايه؟ دي بنا عرفت مصيبتنا وجايه تساعدنا. انتوا حرين، انا كنت جايه اعرض عليكم خدماتي، بس الظاهر كده ان انتوا مش محتاجين. عن اذنكم. استني استني يا نعمة، انت عارفه من اللي خاطفينه طالبين مبلغ 5 مليون جنيه؟ وكمان عارفه المبلغ؟ طبعا، مش انا اللي خاطفاه. انت يا نعمة تعملي فيها كده؟ مش قلت لك حقي هترجعه ولو اخر يوم في عمرك؟ وحياه ده لندمك يا نديم لو ما رجعتليش كل حقوق. وانا بقى هموتك. يلا يا حبيبتي احسن، خلي ابنك يحصلني. طلباتك يا نعمة، تكتب لي الفيلا باسمي بعقد موثق في الشهر العقاري، وتدي للناس بتوعي ال5 مليون جنيه، ده لو عايز تستلم ابنك. ده انت طلعت الشيخة منصر واحنا مش عارفين. يا اختي جوزك اللي معلمني، ده يعلم الملاك ازاي يبقى شطار. ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما خدتش بالي انك ورا الحكاية من الأول؟ خصوصا انهم طلبوا 5 مليون. 5 مليون جنيه والفيلا؟ الفيلا يا نعمة ما كانتش من نصيبك، انت ورثك من الحاج الله يرحمه 5 مليون بس. وده ورثي منك. ده كان طعم طعم علشان اطمعك واخليكي تديني فلوسك بمزاجك. كلته واديتهم لك بمزاجي، وجي اليوم اللي هترجعهم لي غصب عنك. لا وايه؟ وفوقيهم ورقه طلاقي كمان. كمان كمان؟ وانت يرضيك اعيش مع واحد نصاب زيك؟ امال اللي انت بتعمليه ده تسميه ايه؟ حقي وبرجعه،
ما هو اللي يتاخد منك بالقوة مش هيرجع غير في الشدة. وإذا كان ابنك مش غالي عليك يبقى ما تستهلوش واشبع بالفلوس. طيب أنت متأكد يا أستاذ إبراهيم إن ورقة التنازل دي سليمة؟ عيب يا نعمة هانم، ده شغلي. إيه؟ أنت كمان هتشكي في الموثق اللي أنت جايباه؟ إيه يا أستاذ نديم، ده أنت أدرى. الواحد اليومين دول يا أخويا لازم ياخد باله. أنت متأكد يا أستاذ إبراهيم إن الأوراق سليمة؟ رجعت يا ست الكل، ومبروك عليك الفيلا. الله يبارك فيك. روح يا شيخ إلهي طمن قلبك. خد دي حاجة بسيطة كده تجيب بيها حاجة للأولاد وأنت مروح. اتخلي. الله يخليك. أنا متشكرة جدا. مبروك. الله يبارك فيك. لميتي حاجتك وهلاقيلك ولا لسه فاضل حاجة ناقصة؟ فاضل ابني. ابنك يا حبيبتي هتبقي تاخديه لما جوزك يبقى يطلقني ويرجع لي ال5 مليون جنيه بتوعي. امتى؟ الناس بتوعي هيبقوا يكلموك ويبلغوك بالمكان والميعاد، بس على الله انت بس تكون جاهز. لا انا اتنزلت لك خلاص عن الفيلا، اللي يضمن لي ترجعي لي ابني؟ ورقة طلاقي وال5 مليون جنيه فلوسي. ما انا لسه ليا حق عندك ومش هسيب. يلا امشوا اطلعوا بره، خلوا الفيلا تنضف. انت كلمتي ولا ايه؟ ليه يا حبيبتي؟ ملكي وانا حره فيه، اقعد اللي انا عايزاه واللي مش عايزاه ينكشح. يلا برا. ماشي يا نعم، بس الحقيقة اللي عايزك تفهميه ان ده مش اخرنا مع بعض. خلاص يا حبيبي، ايامك خلصت من حياتي. الهي ترجعها ايام. جاتك الهم، كبرتني قبل اواني من عشرتي ليك. وحشتيني يا فيلتي. جهزت الفلوس ولا ايه؟ الفلوس اهي. ابني فين؟ شنواني. خد الفلوس وظبط الدنيا، اتاكد من حقي عشان اديك حقك. تلاقيش يا نعمه، 5 مليون كاملين عندك في الشنطه، مش ناقصين مليم. مش مهم، انا اتاكد رجالتي هيعدوا وادينا واقفين سوا. يعدوا؟ يعدوا ايه؟ انت اتجننتي؟ ليه؟ هو احنا ما عملناهاش قبل كده ولا نسيت؟ يا حبيبتي احنا في الصحراء، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. أنا ما بهربش مخدرات، ولا اليومين دول بيقفشوا اللي معاهم عيال وفلوس. مفيش فايدة فيكي، مفيش فايدة فيكي، طول عمرك عنيدة وما بيهمكيش حد. أمال كنت فاكرني إيه؟ لقمة طرية هتمضغها وتهضمها بسرعة؟ ده أنا سمك. أنا ما أكلتكيش، افهمي بقى. أنا برضه أكلك يا نعمة. انا كنت بحاول احافظ عليكي. والنبي صحيح وحافظت؟ كان عندي امل ان ده يحصل. المبلغ مظبوط. ايه هو اللي مظبوط؟ مش معقول كده على طول مستعجل. ايه دول 5 مليون لحق؟ انا بشوفهم بقلبي قبل عناي، والبركه في الرجال. هات الوقت. عيب يا نعم، انا مش هخدعك، ده انت حبيبتي. حبك بورس ابنك اهو. يا اخويا اصبر شويه، مش كده على طول مستعجل. يا ابني اصبر، لسه في حاجات ناقصه. لسه في ايه تاني يا نعمه؟ ورق الطلاق يا امور. صدقني نسيت. نعم يا اخويا، انت هتستهبل؟ نسيت والله نسيت. الله، اعذريني يا نعمه، المبلغ مش شويه. خدت وقت على بال ما لميت لك المبلغ، والحكايه دي نسيتني حاجات كتير. كده رجع الواد ورجع له فلوسه وما فيش عمليه. ليه بس؟ هو كده لما تبقى تجهز ابقى خد ابنك. ما تتممي العمليه يا ست نعمه، واما تخلصي بقى ابقى فكري في موضوع الطلاق ده. الله يكرمك، خليك في حالك. بقول لك رجع الواد على العربيه ورجع له فلوسه. نعمه بلاش تعملي حاجه ممكن تندمي عليها. انا ما بتهددش، فلوسك هترجع لك، واما تجهز ورق الطلاق يبقى خد ابنك. لا ما انا ما قلتلكيش، انا مش همشي من هنا الا وابني معايا. تهديد ده بقى؟ تهديد بس بالعقل. يا رجاله، ال5 مليون دول هديه مني ليكم، قصاد انكم تسلموني ابني، والست دي ما تسمعوش كلامها. ايه التخريب اللي انت بتقوله ده؟ اتجننت؟ ايه يا نعم؟ في ايه؟ فرصه عمرهم وجات لحد عندهم، ما تسيبيهم بقى يختاروا، يا اما يبقوا معايا ويقبلوا الهديه والحياه تزهزه معاهم،
يا اما يفضلوا معاكي ويعيشوا مدفونين بالحياه. مقبوله الهديه يا زو؟ ايه مقبوله دي؟ انت جننت؟ والاتفاق اللي بيننا كلته القطه يا عسل. خد يا كبير ابنك اهو. ونصيحه مني، سالوني في العربيه بسرعه. نصيحه مني اتطلقها لاني كدايه وبخيله وماسكه على الدنيا. يلا يا رجاله. استنى يا بس اقف. انا مش قلت لك يا نعم هتندش بكره تيجي تبوسي جزمتي عشان اوافق بس اسامحك يا ولاد الكلب. اوعي تاني تتحديني يا نعمه. انا كان عندي استعداد ادفع قد اللي دفعته ده 10 مرات وما اشوفش نظره انتصار واحده في عينيكي. مش هسيبك يا نديم، والله ما هسيبك. وانا مستنيكي بس في الفيلا تيجي تبوسي رجلي عشان اوافق تعيشي تحت ظلي خاضعه وراضيه باللي انا اقرر اديهولك. باي باي. نديم. اه اه اه